مشاهدينا، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طرابلس دكتور الهادي المبروك، مدير عام المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ. بداية أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وكيف تصف الأضرار الرئيسية التي تسببت فيها الفيضانات في مناطق متضررة في ليبيا، وكيف تقيم تأثير العاصفة دانيال والفيضانات على البنية التحتية والاقتصاد في تلك المناطق؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهدينكم الكرام. طبعا التقييم المبدئي للكارثه في درنا بالذات تعتبر يعني كارثه قويه، وتاثيراتها سواء كان على البنيه التحتيه وعلى الضحايا تعتبر كبيره جدا. صراحه يعني الكميات المأهوله من الامطار انفجار السد تسبب في حوالي 25% و30% من مدينه درنا استوت بالارض ونقلت الى شواطئ البحر. القيم الاقتصاديه، التقييم الاقتصادي طبعا يحتاج الى فتره لتقييم تكلفه اعاده الاعمار وانشاء المدينه من جديد. المشكله الاساسيه هو احنا في ليبيا وفي كل الدول العربيه ما عندناش خطط وطنية للتكية مع تغير المناخ. تغير المناخ أصبح واقع في كل البلدان، والدول النامية هي أكثر دول متضررة من هذا التغير. إحنا في ليبيا بالذات في شمال أفريقيا وفي الدول الأفريقية متأثرين بتغير المناخ بسبب الانبعاثات اللي سببتها الدول الصناعية خلال القرن الماضي، وسببت في ارتفاع واضح في درجات الحرارة، من ساهم في ارتفاع درجة حرارة البحر وزيادة نسبة التبخر. فكانت كمية الأمطار اللي سقطت في هذه الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين كميات غير طبيعية، وصلت في المنطقة الشرقية في بنغازي في بعض المدن لحوالي 250 ملي لتر في خلال ساعات. في درنا وصلت لحوالي 450 ملي لتر، كميات ضخمة. السدود كانت ما تتحملش هذه الكميات في خلال ساعات، مما سبب في انهيار السد الأول، وبعدها تم انهيار السد الثاني. وللأسف ما كانش فيه ثقة بين المواطنين والحكومة، لأن يعني تم إبلاغ المواطنين بالذات الموجودين في دكتور الهادي، يعني هل هناك مخاوف من حدوث مشكلات صحية أو بيئية إضافية نتيجة للفيضانات، وكيف يتم التصدي لهذه المخاوف؟ طبعا أي كارثة بيئية حتكون سبب مشاكل بيئية بعدها. أي كارثة حتكون في مشاكل بيئية، من بين المشاكل البيئية هو موضوع يعني تحلل الجثث، ممكن انتشار الأمراض، بعض الأمراض. نفس الشيء عدم وجود المياه الصحيه للشرب، عدم وجود الطعام الصحي للشرب، هذا كله حيسبب مشاكل صحيه. لكن الحمد لله يعني الدوله والليبيين قايمين بواجب كبير جدا، الدعم وصل لمدينه درنا والمدن الشرقيه من كل مناطق ليبيا. الحكومات في ليبيا سواء كانت الشرقيه والغربيه يعني بذلوا جهود كبيره ل عملية دعم المواطنين في منطقة درنا بالذات، والآن في محاولات كبيرة لإخراج كل المواطنين من درنا إلى أماكن أخرى بحيث يتم معالجة المشكلة في درنا، مش من ناحية سواء كان من ناحية التعقيم وكان من ناحية البحث عن الجثث بسهولة، لأن لازم عندما يكون في هناك سكان حتسبب مشكلة في عملية الإنقاذ. ولكن الآن خطة واضحة موجودة، خطة سريعة لعملية إخراج كل المواطنين من درنا، وتصبح درنا منطقة ليس بها إلا الأطباء والممرضين وفني الإنقاذ والجيش الوطني في المنطقة الشرقية. طيب، ما هو دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في تقديم الدعم والإغاثة في هذا السياق؟ والله ليبيا طبعا دولة مشاركة في كل المنظمات الدولية، وتدفع في مساهماتها وتدعم في كل الدول اللي تصير لها يعني كوارث. ولكن للأسف يعني ما كانش في استجابة سريعة سواء كان منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بخصوص ليبيا. نحن نشعر بصراحة بقلق جدا من
عملية الدعم، إلا بعض الدول العربية اللي هي كانت سباقة في دعم ليبيا، من بينها الشقيقة مصر والإمارات وقطر والجزائر والأردن. ولكن بصراحة المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية، لحد الآن ما قامتش بواجبها من ناحية توفير الأدوية اللي نحتاجها لبعض التجهيزات الطبية. ف يعني يجب الليبيين ان يعتمدوا على انفسهم اكثر من اعتماد، حسب وجهه نظري، انه يجب يعتمدوا على انفسنا اكثر من اعتمدوا على المنظمات الدوليه. ان هذه احنا في ليبيا اول تجربه اخذناها، يعني من 100 سنين لم تواجه ليبيا مثل هذه الكارثه وهذه النكبه. ولكن كان صراحه توقعنا ان تكون المنظمه الدوليه تدعمنا بسرعه وبالذات الخبراء وبفنيين الانقاذ، ولكن تاخرت كثيرا، مما ساهم في زيادة الكارثة وفي عدد زيادة عدد الضحايا. نعم دكتور الهادي، يعني ما هي الخطوات التي اتخذها البرلمان الليبي للتعامل مع هذه الكارثة وإعادة إعمار المناطق المتضررة؟ كان في اجتماع اليوم طارئ للبرلمان. طبعا البرلمان اعتمد ميزانية طوارئ، خصص ميزانية طوارئ لتعويض المواطنين وإعادة الإعمار في درنة بقيمة 10 مليار دينار ليبي. إن شاء الله أن فعلا تكون هذه الأموال تصل لتنفيذ هذه المشاريع وتعويض المواطنين، ما يكونش في يعني نوع من الكوربشن أو نوع من الفساد في هذه الأموال. ولكن أنا دائما أتحدث على ما قبل الكارثة وليس ما بعد الكارثة. إذا كان هناك فعلا خطة وطنية استراتيجية لليبيا أو لكل الدول شمال أفريقيا، من بينها على سبيل المثال مصر، ان تكون في استعدادات وفي وضع استراتيجيات قبل وضع الكارثه. يعني صراحه احنا كنا لو كنا مهتمين بالبنيه التحتيه بالذات في منطقه جبل الاخضر، كان السدود هذه تم صيانتها في الوقت المناسب، وكان في ثقه بين المواطن والدوله عندما تصل على يعني الدوله تعطي اوامر بالمواطنين من الخروج من اماكنهم، ما كانش الضحايا توصل للعدد الكبير هذا. يعني فاحنا نحتاج في المستقبل لخطط استراتيجية تكون مبنية على أسس علمية، ونحتاج الآن لخطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ. تغير المناخ السنة هذه والسنوات القادمة سيكون له تأثيرات كبيرة، ويجب أن احنا نشتغل من الآن على وضع خطط وطنية، سواء كان في موضوع البنية التحتية، سواء كان في موضوع بعض المدن اللي هي قريبة للبحر ومستوى ارتفاعها غير كبير على مستوى البحر، ممكن حتى يصير عملية غرق نتيجة ارتفاع الأمواج. السدود في ليبيا كلها تحتاج تقريبا الان الى يعني مراجعه ودراسات معرفه وضعها من ناحيه التحمل. نفس الشيء السدود اصلا وضعت هي الاستفاده منها، مش انها تملى بالمياه وتقعد تتبخر. يعني احنا لو السدود هذه عملناها استفدنا منها كل سنه، استفدنا منها في عمليه تزويد المدن بالمياه الصالحه للشرب بعد معالجتها بالميكرو فلتريشن او نانو فلتريشن، او استخدامها في الري او في زراعه الغابات، ما تقعدش سدود مملوءه لسنوات متتاليه ثم تاتي كميه من الامطار في يوم واحد تفجر هذه المياه السدود وتريح المياه كلها هباء مندور. سدود وضعت الاستفاده منها في بناء بنيه تنمويه مكانيه لليبيا. نعم بالتأكيد قلوبنا معكم. كنت معنا من طرابلس دكتور الهادي المبروك مدير عام المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ، شكرا جزيلا.